بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين، ورحمة الله تعالى ورضوانه على صاحب الكرم المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج أفلا يتدبرون القرآن. عنوان حلقتنا لهذا اليوم طاعة الوالدين، ولا يزال حديثنا عن أوائل سورة الإسراء. نبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم بالتلاوة والتدبر من الآية، نبدأ بالآية 16 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع
فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة الأخوات. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقلت لكم هذه قراءة جمهور القراء، وقرأ من السبعة يعقوب: آمرنا، يعني أكثرنا مترفيها حتى يظهر الفساد المخفي. وقرأ من القراء الأربعة عشر الحسن البصري أو البصري بالكسر، كلاهما صحيح. قرأ الحسن البصري: أمرنا، أي جعلناهم أمراء، يعني سهلنا لهم الوصول، بمعنى لم نجعل مانعا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحول بين الظالم وبين أن يصل إلى الحكم يفعل ما يريد، لكن بمعنى تركناهم حتى يصلوا إلى الحكم ليظهروا الفساد المخفي. وإذا ظهر الفساد المخفي حق على تلك البلدة أو ذلك البلد القول، والقول هو أنه الله سبحانه وتعالى لا يهلك أي بلد ما دام أهله مصلحين، فإذا ظهر الفساد حق عليهم القول. فبعض البلدان فيها فساد ومستحقون للعذاب، لكن الفساد ليس ظاهرا، ليس منتشرا في أعين من ينظر إلى هذه البلدة. والله سبحانه وتعالى صادق في وعده وقوله الحق، أنه إلا إذا يعني ظهر فيها الفساد استحقت أن يطلق عليها أنها مفسدة أو فاسدة. هذا هو الظاهر من الآيات: أمرنا مترفيها، أو أمرناهم، سلطناهم على البلدة، يعني تركناهم حتى يصلوا إلى الحكم. أو القراءة الأخرى: أمرنا، يعني تركنا المترفين حتى يكثروا، لأن الفساد أكثر ما يأتي عن طريق المترفين. آمرنا. وعلى القراءة المشهورة: آمرنا مترفيها، آمرناهم بالطاعة ففسقوا وخرجوا من حد الإيمان إلى حد الكفر وأظهروا هذا الفساد في البلدة فحق عليها القول الذي نص عليه القرآن الكريم، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذا فيه عبرة للناس، وأن الإنسان قد يكون عنده فساد، أو البلد قد يكون فيه فساد هنا وهناك، لكن الله سبحانه وتعالى يمهلهم لعلهم يصلحون هذا الفساد إلى أن يستحقوا العذاب بأن يظهر هذا الفساد ويتزايد ويكثر. هذا خلاصة الآية الكريمة. وتدميرا توكيد، مصدر مؤكد للفعل دمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. القرون جمع قرن، والقرن في المشهور 100 سنة، وقيل 120 سنة، وقيل 140 سنة، وقيل 40 سنة، يعني يتراوح بين 40 وبين 120 وبين 100، لكن تسالم الناس على أن القرن 100 سنة. فالقرآن الكريم يقول: وكثيرا من القرون، طبعا لا يقصد القرون بها الزمان، وإنما يقصد أهل الزمان، من بعد نوح صلوات الله عليه، لأن نوحا بدأ ببشرية جديدة، يعني
وجعلنا ذريته هم الباقين أهل السفينة. وهؤلاء كلهم كانوا مؤمنين، حتى الذي لم يكن مؤمنا من أهل نوح عليه السلام كولده أو كذلك امرأته، هؤلاء كانوا من الغابرين. هذا أهلكه الطوفان وامرأته قدرها الله تعالى من الغابرين، فالذين معه كلهم مؤمنون. فجاءت بعد ذلك الذرية المتكاثرة من أولاد نوح عليه السلام، أولاد حام وسام ويافث، وانتشرت البشرية من جديد على خلاف في القول، هل أن الطوفان شمل الأرض جميعا أم شمل منطقة واحدة كان فيها نوح عليه السلام وقومه، وبالتالي إذا لم يشمل الأرض جميعا فهل كانت الأرض مسكونة تلك الأخرى مثلا التي خارج هذه المنطقة، منطقة نوح سلام الله عليه، هل كانوا فيها يعني هل كان أهلها إن كانوا موجودين كانوا مؤمنين كانوا كافرين، لهم نبي خاص؟ الظاهر من التسلسل أن البشرية لا تزال عند نوح عليه السلام، من آدم عليه السلام إلى نوح، ثم بدأت بشرية جديدة. والآن في البشرية في الأغلب الأعم من البشر الموجودين في آسيا، في أوروبا، في أفريقيا، في الأمريكيتين، في غير ذلك، في أستراليا، كلهم ينتمون إلى أب واحد، إلا قليل من البشر يقال إنهم يعني بحسب الفحص المختبري لا ينتمون إلى هذه السلالة الآدمية إذا صح التعبير، التي تنتمي إلى آدمنا عليه السلام. وهذا موضوع آخر. على كل، فهل طوفان نوح عليه السلام شمل كل البشر؟ يأتي الحديث إن شاء الله تعالى حينما نأتي إلى تفصيل ذلك في سورة هود عليه السلام، وإن كان سبق عفوا الحديث عنها في سورة هود، لكن ستأتي إشارات في سور أخرى كسورة نوح عليه السلام. على كل، كم تفيد التكثير بخلاف رب التي تفيد التقليل؟ كم أهلكنا من القرون يعني كثيرا، وكم عندنا نوعان، كم خبرية، كم كتابا عندك، كم بيتا تملك، كم تملك، كم كذا، وهذه يكون مع يكون الذي بعدها منصوبا، تقول كم كتابا كم بيتا هكذا. لكن كم التكثيرية التي يراد بها الكثرة أو الخبرية كما يقال، هذه إما يأتي بعدها مجرورا أو مجرورا بمن، إما أن يأتي مجرورا بمن، كم من القرون، كم من كذا، أو يكون مجرورا بها. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح صلوات الله عليه، يعني عليكم أن تعتبروا، فإن القرى أو المدن أو البلدان أو القرون التي جاءت بعد نوح أهلك الله تعالى أهلها بسبب ظلمهم، بسبب استحقاقهم للتدمير. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، هذا من ناحية النحو يسمى أسلوب تعجب، يعني أحد أساليب التعجب، والمراد به هنا المدح. وكذلك إذا تقول كفى بزيد، ولله تعالى المثل الأعلى، إذا قلت كفى بزيد رجلا يعني تريد أن تمدحه، كفى بهذا السلاح عتادا، أو مثلا أو كفى بهذا سلاحا يعني تريد أن تمدحه، والباء مزيدة لتوكيد هذا المدح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، طبعا الباء حرف جر لفظي، أقصد مزيد يعني، وما بعده وهو الرب مجرور بالباء لفظا مرفوع محلا، مثل كفى بالله ناصرا، يعني كفاني الله نصرا أو ناصرا، فالمجرور هو فاعل لكفى لكنه في اللفظ مجرور بالباء. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا،
البعض يذهب إلى أن خبيرا وبصيرا وأمثالهما منصوب على الحال أو على التمييز، والذي أراه هو التمييز، لأنه كفاني بماذا يحتاج إلى مميز. تقول كفيتك، كفيتني ماذا مثلا، أو أنا مثلا أنا أكفيك نصرا، أكفيك مالا، أكفيك. فكفى به هنا يحتاج إلى تمييز بعده. ثم يقول طبعا خبيرا، خبر عباده وخبر ذنوبهم، ويعلم أي ذنب يستحق العقوبة العاجلة، ويعلم أي ذنب يستحق الإمهال والإنظار، وأي ذنب يغفر وأي ذنب لا يغفر. فهو خبير وهو بصير بعباده، مطلع على سرائرهم وعلى ظاهرهم وباطنهم، ويعلم ماذا يفكرون وماذا يفعلون. فبالتالي هو بصير بأفعالهم وخبير بذنوبهم تبارك وتعالى، وبالتالي لا يهلك ولا يدمر ولا يعاقب بلدا أو أحدا إلا بحكمة وباستحقاق منه تبارك وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. العاجلة، المنافع العاجلة في الدنيا، والعاجلة هنا يراد بها الدنيا وما فيها من المنافع العاجلة من اللذات العاجلة. فبعض الناس يقول أنا لا أريد الآخرة ولا أعمل للآخرة، أنا أريد دنياي، أتمتع بدنياي وأتلذذ بدنياي وأفعل ما أريد بدنياي، والآخرة لست أفكر فيها. فهذا الذي يريد العاجلة يقول أنا فقط أريد العاجلة، الآخرة عنده شيء ثانوي أو أصلا لا يفكر فيها. فيقول تعالى عجلنا له فيها ما عجلنا له ما نشاء لمن نريد، يعني ليس كل من يريد العاجل الله سبحانه وتعالى يهيئ له كل ما يريد، وليس كل ما يطلبه أيضا يأتيه، لا، هناك حكمة، هناك مصلحة، لأن هذا إذا أعطاه الله تعالى كل ما يريد ربما يهلك الحرث والنسل، لا، يعطيه ما يكفيه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس للجميع، لمن يريد الله تعالى أن يعطيه. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لكن في الآخرة ماذا ينتظره؟ ينتظره جهنم، وسوف يدخلها مذموما، لأنه على ماذا يمدح وعلى ماذا يحمد؟ يذم. ومدحورا مطرودا من رحمة الله تعالى، بعيدا من رحمة الله تعالى، ولذلك في بعض المواضع مذؤوما، والمذؤوم فيه معنى المذموم والزيادة، وهو الطرد من رحمة الله تعالى، يعني زيادة في الإهانة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهناك لا يريد الآخرة، وليس هناك من يريد الآخرة ولا يسعى لها، لا يقدم لها شيئا، وهناك من يريد الآخرة ويسعى لها سعيها اللائق المناسب الذي يجعل له رصيدا فيها في الآخرة، وسعى لها سعيها أي سعيها المناسب لها اللائق بها. وزيادة على ذلك هو مؤمن، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني مقبولا عند الله، المشكور المقبول. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله سبحانه وتعالى بلطفه وبرحمته ورأفته بعباده أنه يمد الفريقين مما يعينهم على حياتهم. الآن الكافر يأكل من رزق الله، يعيش على الأرض وهي أرض الله، مهيئ له فيها العيش والسكن والعمل وكل ما يريد، وربما يكون في حال أفضل من حال المؤمن. الله سبحانه وتعالى يمده، وكذلك يمد المسلمين ويمد أعداؤهم الكافرين.
كل وجود الكافر والذي يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، وكل ما يريده وكل ما يحتاج إليه وكل ما عنده من الله سبحانه وتعالى، ابتداء من الهواء الذي يستنشقه وانتهاء بما يملك، كل ما يملكه. وكذلك المؤمن الله سبحانه وتعالى يمده بحسب ما تقتضي المصلحة والحكمة والامتحان والاختبار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كل هذا عطاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا بالضاء، أخت الطاء، وليس بالضاد، يعني ليس بالصاد المنقوطة، محظورا، والحظر بالضاء يعني المنع. وما كان عطاء ربك ممنوعا عن أحد، حتى الكافر حتى الظالم يعيش بعطاء الله مع أنه متمرد على الله تعالى. يعني فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، بماذا يعيش؟ يعيش من عطاء ربه، كل ما عنده من الله سبحانه وتعالى، لكنه طغى وتمرد وتجاوز الحد إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى. إذن عطاء الله ليس ممنوعا من أحد، والذي يكون فقيرا أو الذي يكون مسكينا هذا ليس من الله سبحانه وتعالى إلا في حالات الاختبار والامتحان، ولكن عموما هذا الظلم يقع من العباد، سوء التقسيم من العباد، من الناس أنفسهم. تكون إذا كان الناس طبقات، هذا غني وهذا فقير، نعم الله سبحانه وتعالى يأذن بوقوع هذا للاختبار والامتحان، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الناس درجات فيما يملكون، فيما يعيشون، فيما يعلمون وفيما يتعلمون، هم درجات. لكن الغني ممتحن والفقير ممتحن والجاهل ممتحن والعالم ممتحن، وكل منهم هو في قاعة امتحان تسمى الدنيا. فإذا انتقل من الدنيا تم امتحانه وينتظر النتائج. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله انظر، طبعا وللناس من خلال النبي صلى الله عليه وآله، كيف فضل الله تعالى الناس بعضهم على بعض بحكمة وباستحقاق أحيانا وبامتحان وباختبار أحيانا أخرى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا الملك، هذا المملوك، هذا الغني، هذا الفقير، هذا كذا، هذا كذا. وللآخرة، هذه لام الابتداء تفيد التوكيد، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لماذا؟ لأن هذا مهما ملك فملكه زائل، وهو معرض للمرض وللفناء وللموت وللسرقة وللفناء، هو وما يملك. لكن الآخرة أكبر درجات من الدنيا وأكبر تفضيلا. درجات منصوب على التمييز لكنه جمع مؤنث سالم فينصب بالكسر، وتفضيلا أيضا منصوب على التمييز بأكبر. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. درجات الآخرة لا تقاس بها درجات الدنيا، بل لا تقاس درجات أعلى درجات الدنيا عفوا لا تقاس بأدنى درجات الآخرة. يعني من كان من أصحاب اليمين وخلط عملا صالحا وآخر سيئا ودخل الجنة بشفاعة، ودرجته نقول كما قال تعالى ومن دونهما جنتان، هذا درجته أفضل بكثير من أعلى درجات الدنيا، وإن كان الإنسان يملك الأرض جميعا. لماذا؟ لأن هناك خلود، هناك رضوان من الله، هناك لا مرض لا فناء لا موت لا خوف. لكن الدنيا حتى الملك الذي يملك البلاد هو خائف، ولذلك ترى كثرة الحماية، كثرة الجيش، كثرة الجنود، كثرة الذي يتكلم يحبس يسجن. لماذا؟ لأنه خائف، ويحسبون كل صيحة عليهم.
نذهب إلى فاصل ثم نعود. تابعونا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. سموت بحبكم سادتي يا كرام، وصرت بنوركم سادتي يا كرام. اقبلوني 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 خادما. أبتغي من نهجكم روح الكمال، أعتلي بعزكم عرش المعالي. أبتغي من نهجكم روح الكمال، أعتلي بعزكم عرش المعالي. من مثلكم يا سادتي يبقى سؤالي. أنتم خير الورى وخير آلي. من مثلكم يا سادتي يبقى سؤالي. أنتم خير الورى وخير آلي. اقبلوني 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 خادم. بذورا شعت في الأفق سناها، وهدى الأفلاك سار في هداها. صفوة رب السماوات اصطفاها، من درى التقديس من أسماع لها. صفوة رب السماوات اصطفاها، من درى التقديس من أسماع لها. اقبلوني 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 خادما. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، من جديد تظهر لكم الآن الأرقام على الشاشة وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا خطاب للناس، وإن كان في ظاهره كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأنبياء منزهون عن هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل الخطاب من خلال النبي صلى الله عليه وآله ليكون ذلك أبلغ. وإلا النبي صلى الله عليه وآله الذي يقول كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد كيف يشرك. نعم الأخ أبو الحق من بابل، تفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أبو الحق. حياكم الله، الله يحفظكم بارك الله فيكم. دكتور السؤال اللي عندي بسورة السجدة. نعم. الآية يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. عيد للآية أبو الحق. يدبر الأمر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. نعم. الآية بسورة المعارج. نعم. الآية رقم 4 يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. يعني الآية
يعني على نفس اليوم، اختلاف هناك اختلاف اختلاف يعني اختلاف سنة. اختلاف الرقم يعني لماذا يختلف؟ رقم احسن، رغم انه الآية تبتدي على نفس اليوم نفس اليوم. طيب 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 نعم، مع تحياتنا وسلامة، حياكم الله وبارك بارك الله فيكم، حياكم الله. حياكم الله، شكرا لكم، بارك ان شاء الله سيأتيك الجواب بعد قليل. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كل مكلف يجعل مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر، سواء في الاعتقاد والعياذ بالله، أو في العمل يعني في العبادات، وحتى في غير العبادة، مثلا يتكل يعني على في رزقه على شريك لله تعالى من البشر والعياذ بالله. أما في الاعتقاد فيجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك، أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. فالقضية الشرك بالله من حيث المعتقد هذا لا يقوله إلا أكثر الناس جهلا، أكثر الناس حماقة، أكثر الناس يعني هلاكا وضياعا وخسرانا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه الكون كله يشهد على أن الخالق واحد تبارك وتعالى، النظام الكون كله يسير بطريقة أحادية، لا تنافر ولا اختلاف ولا تضارب ولا تعارض، مما يدل على أن الخالق واحد. وهذا موضوع عقائدي إن شاء الله يشار إليه في أو يعني في الآيات الخاصة به. أحيانا الشرك لا يكون في العقيدة، أحيانا يكون الشرك والعياذ بالله في العمل وفي بعض العبادات. أما في العبادة كيف؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والشرك الأصغر، قال فإنه يدب دبيب النمل على الصفا. نعم، اتصال من كربلاء، الأخ أحمد تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أحمد. أنت بسورة الكهف ثلاث سور أكو. نعم. لقاء الخبر يعني موسى عليه السلام. نعم. عندما قال: أما السفينة فكانت لمساكين. نعم. في آخر شيء يقول: فأردنا. إذن يا أحمد حتى نختصر، في السفينة قال أردت أن أعيبها، وفي الغلام قال أردنا قتله، وهناك قال فأراد ربك في الجدار. فأراد ربك، أحسن. ما هو الفرق يعني؟ إذن اختلاف الإرادة، اختلاف الإرادة. حياكم الله، شكرا لكم، شكرا لكم. نعم، إن شاء الله بعد قليل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والشرك أصغر، فإنه يدب يعني في العمل دبيب النمل على الصفا. الصفا الصخرة الملساء، ونمل هو أساسا النمل أرجله دقيقة جدا لا يحس بها، ثم على صخرة ملساء، لأنه لو كان في التراب يترك أثرا في التراب فيعلم ويرى، أما على الصخرة الملساء لا تكاد تشعر به. فهكذا الشرك الأصغر يدب في العمل دبيب النمل في الصفا، أنت لا تشعر. تقول: أنا متى أشركت بالله في عبادتي؟ قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وآله: الرياء والسمعة. أنت نعم تصلي في نيتك وفي ظاهرك لله، الله أكبر، تحرم وتبدأ وتقرأ وتركع وتسجد، ولكن تريد أن ينظر إليك الناس. إذا صليت بينك وبين الله لا تعتني بالصلاة، لكن إذا كان الناس ينظرون إليك أجدت صلاتك وأطلت ركوعك وسجودك يعني تركز في كل ما تقرأ وتقول، لكن بينك وبين الله يأخذك السهو والنسيان وعدم الالتفات.
وكذلك في النفقة، إذا جاء فقير وأمامك ناس تعطيه، أما بينك وبين الله لا تعطيه، هذا الرياء والسمعة. فإذا أنت في العبادة لا تريد وجه الله، أو تريد الله وتريد من ينظر إليك، فقد جعلت له شريكا في العبادة. وكذلك في قضية الاتكال وطلب الرزق، تقول أنا رزقي عند هذا الشخص، لا، الله سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرم، أبواب رحمة الله مفتوحة ورزق الله تعالى في كل مكان. فإذا كان هذا الشخص يلحق بك الأذى في الدين أو في الدنيا فلست ملزما بأن تتكل عليه. نعم، من أمريكا الأخادي، تفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. هادي دكتور، أريد تعليقكم. اليوم سمعت مقطع حقيقة يعني آلمني كثيرا. نعم. أحد، ما أجيب اسم أحد المتكلمين، المعمم هو، نعم، يشكل على النبي أنه بالقرآن الله كيف يقول لا جناح عليكم أن تأكلوا بيوتكم وبيوت آبائكم. هو يقول ليش هذا الكلام، يعني يعتبر إشكال في القرآن. ما تعليقكم على هذا الدكتور؟ أحسن بال، حياكم الله، بارك الله فيكم. نعم. إذن الذي يجعل مع الله إلها آخر يقعد، يعني يجد نفسه بالنتيجة مذموما مخذولا. الذم واضح عكس المدح، وهو أيضا فيه معنى الطرد إذا قرئ مذؤوما، ومخذولا من نصر الله، من توفيق الله، من تسديد الله، من هداية الله، يجد نفسه ضائعا، وهو والشيطان قرينه الشيطان يوم القيامة، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. موضوعنا لهذا اليوم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقط أشير إشارة سريعة حتى نأتي إلى الاتصالات. قضى، كتب وأمر وحكم، وقرن الإحسان إلى الوالدين بطاعته تعالى، كما قضى ألا يعبد معه أحد، ألا تعبدوا إلا الله تعالى وحده لا شريك له، كذلك بهذا الأمر وبهذا الحكم وبهذا القضاء أمر بالإحسان إلى الوالدين لعظيم منزلتهما، ولأن طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما طريق ميسر إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجنة تحت أقدام الأمهات. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أو إذا بقي وقت نكمل الحديث عن طاعة الوالدين. من الحلقة الماضية، الأخ عبد القادر من كربلاء المقدس: وفديناهم بذبح عظيم. أشرت لك باختصار، ما العلاقة بين إسماعيل وأن الله تعالى فداه بذبح عظيم والإمام الحسين عليه السلام؟ ولماذا الحسين عليه السلام هو يفدي إسماعيل؟ طبعا هناك فداء تم، والكبش لم يخلق في رحمي نعجة، وهو معجزة كعصا موسى عليه السلام، كناقة صالح عليه السلام، كآدم وحواء عليهم السلام، هم هؤلاء الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام، كما أجاب الإمام علي عليه السلام على أسئلة اليهود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وفديناهم بذبح عظيم، لكن عظيم، ما هي العظمة في الكبش؟ هل يعني كبير؟ ممكن، لكن لولا أن الحسين عليه السلام يكون فداء لإسماعيل عليه السلام ولو بعد حين، لم يكن إسماعيل موجودا، وبالتالي لم يكن المصطفى صلى الله عليه وآله موجودا، ولا الأئمة صلى الله عليه موجودين، ولا الدين بهذه الكيفية. فلذلك لابد أن يفدى إسماعيل. فالظاهر، والذي هو ظاهر القرآن والذي عليه جمهور المسلمين، أن الفداء كان بالكبش، وفديناه بذبح عظيم، والمعروف أنه كبش إسماعيل. لكن الإمام الحسين عليه السلام تلا آية لما قتل ولده علي الأكبر واستشهد عليهما السلام، تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وإن شاء الله تعالى تأتي مناسبات أخرى أذكر لك تفصيلا أكثر. عندنا في حلقة الأملخ أبو الحق من بابل.
هنا قال يدبر الأمر، فهذا تدبير أمر في ألف سنة، لكن هناك تعرج الملائكة، هذا أمر آخر بحسب هذا الظاهر. ويدبر هذا الأمر في ألف سنة مما تعدون من حساباتكم، يعني ألف سنة من حساباتكم أنتم، لكن هو قد يكون يوم هناك عند الله، لأن الزمان يختلف. وإن شاء الله تعالى حينما نصل إليها أذكر لك التفاصيل الطويلة. فالفرق، لماذا اختلف الرقم؟ هنا الملائكة تعرج وهناك الأمر، فاختلف الموضعان. شكرا لك أخي الكريم. عندنا الأخ أحمد من كربلاء المقدسة، لماذا اختلفت الإرادة هنا؟ أما خرق السفينة فهذا أمر هين، هو أراد العبد الصالح أو الخضر عليه السلام، أراد لعلمه أن وراءهم ملك، يعني أمامهم أو فعلا وراءهم سيلحق بهم ملك جبار ظالم، أي سفينة صالحة للاستعمال يأخذها غصبا، فإذا جاء وجدها معيبة والماء يدخل فيها يقول اتركوها، وبالتالي يستطيع أهلها هؤلاء المساكين أن يصلحوها، وإصلاحها خير من أن يأخذها الملك الجبار غصبا. فهذا أمر يقول فأردت أن أعيبه، يعني بفعلي هذا بخرقي للسفينة بأن جعلت فيها خرقا يدخل منه الماء، هذا أنا أردته بما علمني الله وبما أعلمني من حال الملك الذي يأتي بعد ذلك. أما الغلام فالغلام قتله ليس كخرق السفينة، أولا هناك ملائكة يقبضون روح هذا الغلام، لذلك قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، على أنه يجوز أن يتغير الضمير من نوع من أنواع البلاغة، يعني ابتداء أقول لك أنت تتحدث مع جماعة، ففي المرة الأولى تقول لهم أردت أن أجمعكم، ثم تقول فأردنا أن نتكلم في هذا الموضوع، ثم تقول ولله تعالى المثل الأعلى، تقول وأراد من كلفني بهذا الأمر أن أبلغكم كذا، يجوز أن تغير الضمير تلافيا للتكرار. لكن هنا والله أعلم هنا معاني أشرت إليك إلى معنيين. أما الجدار فالجدار لا يقوى عليه العبد الصالح عليه السلام بهذه المعجزة الربانية والحكمة والمصلحة ولا غيره إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه في هذه البلدة التي أصلا لا تضيف أحدا، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهم، قالوا ما عندنا نحن شيء اسمه إطعام الضيوف، فكيف يودع عندهم كنزا ليتيميه اللذين سيتركوهما إذا مات، غلامين كان غلامين يتيمين في هذه المدينة التي هذه أخلاقها وهذه صفاتها، وهدى الله تعالى والدهما إما بالمنام برؤيا أو عن طريق أحد الصالحين أو بوحي معين بأن يجعل هذا الكنز تحت هذا الجدار، وإذا بلغ أشدهما يأتي من يخبرهما بأن تحت الجدار كنزا تركه أبوكما لكما. وبعد مرور السنين تآكل هذا الجدار وكاد أن يسقط، فإذا سقط ظهر الكنز فأعاد بناءه من جديد. قال فأراد ربك أن يبلغ هذا، من يقوى على حفظ الكنز بهذه الطريقة غير الله سبحانه وتعالى، فأراد ربك، لا أردت ولا أردنا ولا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأن كل الأحداث بإذن الله هذه وبإرادة الله تعالى وحده، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما يعني من تحت الجدار رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. شكرا لك أخي الكريم. الأخ هادي من أمريكا، للأسف الشديد أخي الكريم، وإن كان ما فهمت يعني الإشكال بالكامل، هؤلاء ما استطاعوا أن يتعاملوا مع كلام الله،
رأوا أنفسهم قاصرين، يعني لا أحدنا ولا أحد منا يدعي أنه توصل إلى ما يريد الله، لا، نحن بحسب اللغة وبحسب كتب التفاسير وبالروايات عن أهل البيت عليهم السلام كل يدلي بدلوه، لكن يعني على سبيل بيان المعاني، أما كلام الله فكلام الله أعلى وأعظم من هذا. لكن بعض الناس حتى هذه الدرجة الأدنى ما يستطيعون أن يتعاملوا بها، لكن بالنتيجة هم يريدون أن يقولوا شيئا. ماذا يفعل؟ يريد أن يقول شيئا، يريد أن يلفت أنظار الناس إليه، يريد أن يقول أنا يعني أنقد أي كلام حتى وإن كان كلام الله، وأرد حتى على النبي صلى الله عليه وآله. هذه للأسف الشديد كما تفضلت أخي الكريم، هذه تجدها عند أمثال هؤلاء، يقول حتى المعصوم اسألوه، قولوا له لما كذا ومن حقنا أن نسألك، بينما النبي صلى الله عليه وآله يقول والراد عليهم كالراد على الله. الله سبحانه وتعالى حينما بيّن الشرائع وقال ليس عليكم جناح أن تفعلوا كذا، وأحل لكم هذا المجال من الطعام ودخول هذه البيوت، ولا يا الذين أم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس وتسلموا على أهلها، كل ذلك بحكمة، والله سبحانه وتعالى هو مطلع على السرائر ومطلع على العباد، راعى حتى نفسية صاحب الدار. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وإذا دعا النبي صلى الله عليه وآله جماعة للطعام قال يعني لبوا الدعوة لكن بشرط غير ناظرين إناء، يعني لا تأتوا قبل الإناء مثل بوزن الغنى، يعني تمام الطعام تمام الطبخ والنضج بحيث يكون صالحا للأكل، لا تأتوا قبل إناه يعني قبل إتمامه بساعتين أو بثلاث، لا تعالوا في وقت تمام الطعام. وإذا يعني النبي عنده مشاغل، عنده ظروف، عنده وحي، عنده عبادات خاصة، يمكن أن يصلي في أي لحظة، يمكن أن يسجد في أي لحظة. وإذا طعمتم فإذا طعمتم فانصرفوا ولا مستأنسين لحديث، لا تتحدثوا، لأن صاحب الدار والنبي صلى الله عليه وآله بينهم يقول هذا حديثهم والبسبسة فيما بينهم، ربما ما كانوا راضين عن الطعام، ربما لم يعجبوا، هكذا حتى صاحب الدار يقول ولا مستأنسين لحديث، فإن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. هذه آداب، ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين إلى آخر الآية، يعني هذه آداب الله يعلمنا، يقول هذا المأذون لك وهذا غير المأذون لك، بدل أن نقول ما هذه العظمة وما هذا الدين الرائع الذي يدقق في أدق التفاصيل، نقول لا هذا لماذا. على كل إن شاء الله أكمل لك التعليق لأن الوقت انتهى في الحلقة القادمة في القسم الثاني. شكرا لك وشكرا للإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.